حديث لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض ضعيف. هنا أحب أن أنوه على شيء. أولا هذا الحديث ضعيف، ثانيا ورد في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة آراب أو على سبعة أعظم في بعض الروايات، الجبهة واليدين والركبتين والقدمين، في رواية الجبهة وأشار إلى جبهته وأنفه، وأشار إلى جبهته وأنفه. هذه الإشارة إلى جبهته وأنفه التي التي تلزم بالسجود على الأنف ليست من فعل الرسول ولا من فعل ابن عباس، إنما هي من فعل طاووس أو ابن طاووس، فعليه فليست بملزمة. ثم إن لفظا في التفريق أشار إلى الجبهة والأنف، فالجبهة فصر بين الجبهة والأنف، فرق بين الجبهة والأنف، فالجبهة هي التي يلزم السجود عليها، أما الأنف استحبابا وليس إيجابا، والله أعلم.